حسين وحنا اسماء سكولك عافيماتك مركو وهر سي الهي بما هل سبحانه وتعالى كان سكولك اي كاني معلين كان قرح لبضن مقارن الساتشي بقول ايات في عين هاي هي روبان دبيش عافيماتك قبطة سعطه ما دام ان هاي سكولك بودة ذوينا اللغة بلابي عافيماتك دادك اللغة بلابي الف كار ان فحل لنا كل سيال بغل الصدم في ماليه اللي قد ديار قرين شريد دادك هل كار كار اما انرش نسيها النقطة أنا عادي هالنقطة ما دام أنا سكول كان هو سكول كي مستجاشين ترى هاي أنا جا ما أنت قلت شيء ده إذا أنا جا إيه معلمين تي دون هالكن السوني بروحويان إن النهاردة مركو هرب عضينه كل شيء ده إذا إنه نبربر تاجنا هاي هي اللي هوا هذا معلمين تهاي هذا أرضي تهاي ما أنت ضد كده خاطير تكش قيب وقول كي بسديتن أنا أرن كرا إن ضد كحقا ماستر ليفل حياة هالكن بيكا بلعبين ما أنت ضد كإن كتشرة فرند لينكا إن مركي نقطة كهرتاج يداوين تبع وحويان ما أنت وأرديدي سكول كيجا ومعلمين تادي وبعض هذه عافيماتك يدو تأسي شرتو أي أحد أنا وحرمنا عد كيبو إنه راعو ميري هذا أنه أشجع نقول شدة إنه نبربر تاجنا هاي إن ما ركتي حنو كان صفقة إن الدنيا تبع بعضي علاش كسرين هاي ما أنت مركل الأجانا وحنوجا هاي إن الصومال الآن أي هو في عنده هاي ملة شوبو وايو وين أغنى هاي مانتا عالم كيني البابد وحرينهين وين أغنى هاي إنا نعمل هذا نكلا هاي سن وين أغنى هاي إنا نعيد هذا نكلا هاي سن مركا أنا و تاس أب حدنا إنا نو دا إسلقنا ماها يا إنا و مانتا عمل هذا هاي سنة عيدا إنا و مانتا هاي سنة روبكا ومانتا يغوريسي الكاسي جوغو روبكو داي بلشادة يدا سومهالنا وحلانا هاي إن هيلي هو واندي بربر تاغن هاي إن وانو قرانينا أو مانتا وحاني وحاوية نقوم صف سيدي لوغو هرتقل هانو كلي وانلقع اللي إن دوحا اوهو النذافة من الإيمان كل نذافة ومهيم سانا دين وحاضلنو فرين تانا داكا يساوحي كاتيمي وزاردة ورمارين تا عافيماتكا ملك استنوى لوداتشي إن إحو هاي مركض إكتو وحالو لي سيتشوك تاا وفرحالو بيهي صابون وحفي عن ماركتي دي صابونهن انت بضن لو مصادر انتي بكتيريا مركا وحفي عن صابونهن اذا اي روحتو دي طولة كويرا دي بعصالة بردي بعضو دي طولة تاس وحي سمين سا ان بكتيريا دي بكاع النساء مدك دي بيوغا مارسا مركا قفا عيسو اما هنديس يسو كود دبول افكا يسنكا مصر اما صوف اما عدود ادي بوا حرسل كاقا لابايا علامات الانترناشنال كايم هلو استعمال يوصدا رسا تستعمال صا مركب قفاع الصوت هي مركب هندسة سوا. هذه أتكون دبولي كرتوح كستوى سكلا لكن international science وصدا ولبوجوه تجيو إن هذا قفك كله جرسيني. هذا دي على طول حمد قفع هتجين جوابها دتك كبرين. قفع إيه حمد هذا دي على طول ده لو ما بعنينا تكتو. وحلو بعدين هرتو مركب كابين الطقالته حمد شبيه. وحلا جاي على بابا إنه نود حنون في وحبا هاي لكن ما دام إنه كورت جينو أنا حمض يقف على استوينا كورتك طو إن جواب حددك كل بدني هاي سيد السري بدها دوكسية ذا يوحي لما ذا سيد دقنا قطك حنون تعافي ماتك يكودو ما كعبك وردان ويا إما كسيفت نساسي وتاعن توحي رناينا نو كورتك إنه هذي لا يلعبو هذا قف سلام يسوى حبون إنا تسكدي يسوى سلامتا كعن قاتك ما دام إيمك وحياة وفر بدن السعودان وطن وحصاب حري don't touch هاي don't have policy هاي يسود واني هاي ده سلامي إن ليش كتير صدق 1 متر ما دام وياي وحي droplet وعن رفته يصدق وشاء قفقي ماركت جاري كرتوب إن سئاد أو سئاد أكره هني بكا كلون كديجا جي بيتك هذا بقى دول أوجيها بنتوينك وحي كلون بين مكلقات وحي ماشى معركتين دبل كوكات هذه هي ويا خطر ويا وقت اللي يجي بالصفوف هو الدولار وانت راسك في فلسطين مركز إن فرينتا واحد درسا وزارة عافية ما تكون ما شاء الله دور الحالة كجترتة وهرتجا إن عذر كان إن كورونا فيروس مرة ورسي أي أقسم السوشيال كده كوك عن سكون المنطقة إن أي نو كقيب قاضنو كوعي كلمتا إن حنو كان دلاجة كورونا فيروس عالم كآت كله ريري إنك إنه مو إيمان ما شاء الله لكن كهرتك أيك في عن
داوين تمرك هاوشن أي نوضنا دولة دائية وسارة دائية دمان لسك كاشن يا وحوي وقهرتك قهرتك أصلا أنا هنا أنا النهاية قريب كم ده ما دام سكول فني هاي سكول كي وين الدولة دا لقى برنا جي عافمات كدمان أنت بدل عدد عافمات كشقيسانا أنت وده بدل كصبحين مرك ما أنت وحن أشي جينا برشة نجار سومالي لان ده كان أنا كتاعنا هرتفرح لك فرحالك إن وياي إن وح مهم وح إنه شيء جديد دين تاني سلامك ربنا دين وين الدين تا مرك إنه جدنا إنه سلامك كل وح جوه رأي سمينا وا فرحال ما أنتينا إنك بضم طبعا شير أي إنه فرحال سمينا هذا لما دام حنو كان وياي إن حنو سي فضد وقف ضيا فرحة يو محاكل هذا يو جر يو جارسيني أمو أفت جراني ينتظر وح إنه آد وكرديني إن أنتي هون فرحال لأن إنك بضم وحضر كيسا عهورة يرير أو قاركو دي آني سلاة دمي تقاتي دوام كي عنتو دعونيان آني فرحالانين بو دي تنمر كي نسو ساعة قادني أما تكان تيغيان إيوغو آن فرحالين إسكالاقي ليا وحي أي عونيين أما خطرات إسكا قادني أفكو دي إيو قعنتو دي إيوغو آني نديف هاي أي استعمالي انتدي مركا وحان وشيغينا فرينت أندرينا أي فرحالكم أي تهايين أي تهاي وحا أغوميهم سن أي حانوكا سلسلد وكوفي دي دحدي كتبين كريتي فرحالكا إن شاء الله وانا نتوسي دونا سيدا وحبون إيه فرحالكا وايو حدارك إساد تدويني إن إنت بدن وحي سمييان مضيبات بالو بصوة شبتا فرحالكا إنت حافتة شكتور نمر بي فرع يارو وغدران لكن فرحالكو ماها إذن مضيبات بيا فرع ترتي وإن سفي عان أو آد شير مسيق عما قاد كدي لسا أو فرحالتا وانا نسكودي دونا إن شاء الله إنان نتوسي سيدا وحبون عروبتين وغو فرحالسان دكين وويننا أي أو فرحان دونا إيو إسكي لاوي مضيباتي لغو دو فرحالان إيه My name is Tuulikki Hassinen Aliassani. I'm a nurse from Finland and now I'm working here a few months in Somaliland. So now we are, the whole world is actually in a situation and fighting against this coronavirus. I'm very closely also following the situation of my country, which is now in the state of emergency. And more restrictions are coming now. There are, I think, about more than 700 infected cases already in my country, and I think about 40 people in hospital care and 11 in intensive care. So now I hope that here in Somaliland we succeed in prevention. Prevention is better than cure. This coronavirus is really dangerous. And each of us, every one of us, can do these preventive measures. We can start by hand washing. It is now very, very important and should be done frequently during the day, using soap and washing properly. It is recommended that at least 1 minute time to do the hand washing in a proper way. And also using maybe paper towel to dry, but the best is if you let the hands dry by itself. And avoid using some towels that many other people are using. Also, if you don't have just water available there, you can use the disinfectant, but most effective way is hand washing now. It is the preventive measure, very, very important. Waxaan ka socdaa dalka Somaliland oo aan kala shaqeynayno howlaha caafimaadka. Marka maanta waa farxad weyn bay noo tahay dhammaanteen inaan munaasabadan ka soo qayb galno oo aan baaqaynsi meeshii ka sii wadno baaqa ay dowladda ka soo yeertay wasaaradda caafimaadka oo ah barnaamijinta iyo ka hortagga cudurkan hadda uu adduunka saameynayo. Ona loo yaqaano coronavirus ama COVID-19 ka loo yaqaano waa cudur halis ah oo si xooli ah ku socda adduunka oo dhan iyadoo la ogyahay in maaragtay calaamooyinkiisana u mataqaanaa muddo qaadanayso laakiin munaasabadda aan u fadhino inaan u dirno fariin dadweynaha oo ku nool deegaankani in ka hortagga uu yahay yacni midda keliya looga baxsan karo cudurada halista ah ama cudurada faafo
طبعاً سيد الله سو شيء واي وإن أردت وعيك وقاطع دورك وين أنت اللي كلم داوين تا أيضاً تكلفة دي واحدة كلا لكن بعدان قد ذلنا إن أن بشري برادو جنو مركا هولا بدن بانو يرا فضوضانا يا أو دقال أهان إيو عافماد أهان أن متقانا كتاكورينو أما أن سيغي إلالي من غيرك سيد الله سو شيء واي أن نظافة نصف الإيمان واي نظافة دا إن قد ذلنا معناها إن كل وانو ميرنا قعمها لكن هدنا قعمها سيدي سيدي الربيع إن لو ميرت واي وما بيها سي فدود إن لو قاتوا وإن بيها سي في عن قانتا لو قلقو هدي لأو إن سابون لهيلو هدي كلنا وحي قول لقمو عمر كاسي كي رينا أيو سخدي أما جيل مسكي مركا لسعودي تن لبادنا وإن سالانتي قعن قلنتي أنا قدت فدود بانا هاي واسكي سالانا قعنتي منا قان قفكان سالانينو مركا حدرتان وعي قان مانتا أن لو فرديو وخرن قدمنا وفرديو وحواي سالانتي إنان يرينو aan qofka ka salaami karno anaga oo mataqana nabadeey dhahno ama aan saad dhahno wa salaamantahay aan dhahno inta kaliye oo marka ila mataqana kaga baxsanayno fursadaan ama munaasabadan oo xilligan adag aan hadda ku jirno tan saddexaad iyo tan kalena waxa waaye inaan iska ilaalino marka la qufacay qofka inuu mataqana si jeesto iska ilaaliyo iska dhowro inuu mataqana ay neftiisa aysan gaarin ama waxay ka soo baxay afkiisa وعيداً هذا كهرنا والا قبتي وقرن كأنه خبرت في عم بقولنا خبرت دير بالولي هي كرتقة مدة دير بوسو سعودي سومالي هذا كهر عذرا دانو كله أما عذرا دي قاحدو كله سيدانو كله عدد كله برا دوجينا أيوة أنا كجا هرتقني عذرا داسي مر في عم بكسو قارن مدانا هدان متغنا وعيداً دمانتين إسقارسينو تي شخص جاهد إي تي برشدة جاهد وحن فيلايا إن aan kaga baxsa karno si yar oo mataqana wanaagsan oo aan qasaaro badan gaarin marka is-ilaalinta shaqsiyan iyo is-ilaalinta bulshada waa meesheedii in qof walbana uu is-ilaaliyo ilaaliyana bulshadiisa ama dadka uu la nool yahay inuusan dhibaato gaarsiinin intaasaa iga ah fariin waxaan ka maanta joognaa iskuulkii caafimaadka ee hoos imaanaya wasaaradda caafimaadka horumarinta Soomaaliland mahadkan wuxuu mar walba diyaar u yahay cudurada faafa inuu kala qaato qaybtooda lixaad kale xagga bulshada xagga qabadkeeda oo marka imika cudurkan dee adduunku faraha ba-an ku haya ee meel walba gaaray dee maanta adduunku imika warwarsan yahay dowladii oo xoogga lahaa ay u taag leeyihiin innagoo aan tamartana ognahay mahadkani wuxuu isu diyaargareeyey oo marba diyaar u yahay inay qayb lixaadle ka qaataan ka hortagga cudurada faafa hakuna jiro coronavirus cusub yahay marka iskuulkan caanbu ku ahaa muddo badan uu ka shaqeeyey ilaa 1930kiiba ugu tuukan waxaa iskuul loogu talay howlahan ay qabtaan suuran saara shaqaalaha caafimaadka ee dalka in badana soo saaray marka iskuulka mahad weyn buleeyay waxaana maanta looga baahayay inay dadar xooga geliyaan sidii bulshadooda ay uga wacyigelin lahaayeen cudurkan koronaha ah iyo sidii loogu hortagi lahaa maadaama aqoontii caafimaad ay leeyihiin magacaygu waa Mure Faarax Miigere waxaana ka tirsanahay ardaydii ka qalinjabisay maxadkan culuumta caafimaadka maanta waxaanu isugu nimay in aanu bulshada kala hadalno xanuunkan adduunka aadka u aafeeyey aadka looga qaylinayo ayaan ognahay dhibaatadiisa marka anagu waxaan ugu soo baxnay oo ugu talagalay waxa weeye inaanu bulshada wixii aanu baranay iyo waaqaca taagan maanta inaanu la wadaagno si ay iyaguna ildheer u lahaadaan horta marka koowaad bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inay xadhig Ilaahay qabsadaan ay xagga diinta mar walba ay u noqdaan sidoo kalena maadaama waqti roobaad uu jiro xagga nadaafadda iyo isku imaatinka iyo buuqa faraha badan ee ay dadku intay meel isugu yimaadaan ay kala wada qaadanayaan neefta ay aad u yara yareeyaan oo dadku ay cagta dhigaan iyagoo aan dalaweyna qabin anagoo leh aad dahaysu kicinin oo yaanu dareenkiinu aad isku bedelin laakiin waxaanu idin leenahay mar walba inaad noqotaan dad iska kayna xagga Ilaahay mar walbaad xajisataan Ilaahay u noqota aad u noqotaan sidoo kalena aad iska ilaalisaan meelaha xag nadaafada waxa dadku ay aad runta ugu liitaan wax weeyaan faraxalka iyo wixii la harmaala
أنا وحن إيه بدنا نقول عليه إن إدتك كلية وح يستعمله وح إنه نروحها كبيان دبر كقول حياة نقف توقف السجق قلبه أو وقف كفريه يستعمله وأتن أيد جدا نهر قرن أي إدتك وش يعني إن عم تدخل تبضنا على نسك سلام جمعها يوح الله الماله مركع نقول وح بنحول كلينا ما دام عنا هاي بلشوا قاضي مسؤولية ضعف ما إن أنا مرة بلشت أكو عجلنا إن يجون أي محوهاي نلا قرب استعجل وقعد وده شرب وحوجو يعني دتكو أي سوى ده شراء أي وحوجو ده قبضان سدوا كله وحن مرة بديارهم هاي ونقول شيء جينا أنا بعد عارف ما تكون أنا جريها كلهم أنا أي بلشت مرة بوعي جليان أو قف نفتي سكبلاب أو قيس سوى ده كبلاب أو شارك سكبلاب أو قرنك وصو كعانوا يدي بدو صباحان أنت عسان أنا ما أنت أنا نقول شيء جينا بلشت إذا كنا برارتشين إن أنا وده ما أنت بعمل ده لأن مرة ولا وحنو مرة وادي مرة تحدي مرة فرد أمها علينا دارت لك إسقول كا البروسير نعيمة أو مرة والببر بالتالي بالشدة هذا ديار مروة سدوا كله وسارد عافنا تخيام يدنا أد أمها علينا الناس دا قرن كا مرة والبديار قوته هاي سدوا كله ملحوينها شمرية الصومالي لامبر أد جوب قادينا خلاص بدي قروح بنيدا وقاضي بسم الله مرة عيو حويني بكيت محمد وحكاتر سنة هاي أرضي دي سنة كنت أقول شيء بسمي حكى عن تعافماتك يا هرقي سينس وفار ساينس أنا ما أنت وحنا سوون ميد أو أنا هالكن أفرنا إن أنا كنا هانتي أنا بشذي ذي أنا وعي قرينه أو أنا كوعي قرينه حنا كان كورونا فيروس أدون كحوق وغيري فرحب أنا كهيا أدون ك كم حد قالوا تعافمات هان يو كأرض هامبا كنا هانتي وحنا هاي دب تاجن كوي كبا هي كوا إم كريك تبا إن بشذي أي حق ده نقطة حاجة وعي جلنتها هذا نقطة حاجة أو حقبتك إن تضح إنه هاي أهلا وقرر تاجن هل إياها بينا وتاجن من هانتي ما همرك هو رئيسي أنا وعي جن أو كلا قبلنا لكن واحد شلو وعي جن مهارة أو أنا من هانتي بشة الصيني وحقبتي بدن أنا واحد أرضية أنا أوفلني بشة أو هذا جعف ما أو كلا دونها إن ما أنت فرنت أنا بدينا نروح وحوي أنا أنا حنوك كرام فيروس إذا أنا أغني الكور قبله وحنوك نهانتي ففتان كيسو ويهم هير كيسو أدو صرايو أتون كنا نهانتي أدو فافي أنا كسو مالهن الحمد لله أنا وحن هدد إلى هي قنسان إلى هي كحرن لكن فريد الحمد لله وحويان برتكو إن أي دتك أي كبل عبان وعيجة يو وعيجة يو طلبحنتها guriyo hooda in laga bilaabo qoyska in laga bilaabo jaarka in laga bilaabo bulshada si aanu u noqono hadhowto dad bulhaati dhinac walba ka dhisan oo bulsho caafimaad qabta inaanu noqono ilmaanta fariinta aan gudbinna waxa weeyaan laba shay oo xog muhiim ah labada shay waxa weeyaan waa ka hortagaasina waxa weeyaan horta koow in dadkeena ay fahmaan nadaafada oo gurigi nadaafadiisa la ogaado in qofkiina nadaafadiisa uu ogaado si laftirkiisu uu is nadaafadi uu xog u ogaado yani waa ka tirsan baxdi caafimaadka kana tirsan maxaad ka culunta caafimaadka ee ku yaala magaalada madaxda Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaan doonaynaa inaan kala qayb qaadano bulshadeeda ee iyo adduunaha guud ahaanba ka hortaga xanuunka maanta faraha baas ku haya adduunka ee la yiraahdo coronavirus ee dunida ku cusub si aan bulshadeeda ugu wacyi gelino oo aanu ugu sheegno xanuunkani in muhiimad ugu weyn ay tahay in horta uu yahay ka hortag iyo sida la iskaga ilaalin lahaa xanuunka waxaan anigu maxaan ku leeyahay ka hadlayaa in waxa la yiraahdo personal hygiene ama nadaafada qofeed inuu qofku nadaafadiisi awalba uu ilaalin jiray uu sii xoojiyo ilaaliyo oo ay ugu horeeyso farxalka farxalka waxyaabaha ugu muhiimsan ee adduunkuna isla qaatay in xanuunka laga hortagi karo waxa kamida farxalka iyo qofku fariisa si fiican u maaro oo farxalka laftirkiisu wuxuu leeyahay hab gaar ah oo loo farxasho tusaale ahaan qofku markuu farxalanayo waa inaanu xidnaanin qalabka aynu gacmaha ku qaadano qofku waa inuu iska dhigaa haduu saacad xidhan yahay qofku waa inuu bixiyo haduu fargal xidhan yahay qofku waa inuu gacmihiisa laabo oo mariyaha uu ku xirnaa uu si fiican oo u laaba dabeytana muddo 20 second fariisa si fiican oo u maaro dhan walba ka maayra waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsiga caafimaadka ama nurse halkeysa nurse school waxaan halkan jeclaa inaan fariin caafimaad u mariyo bulshada taasoo ah sidii loogu hortagay xanuunkan adduunka faraha baas ku haya ee coronavirus kulli talaal ma laha daweyn ma laha laakiin ka hortag buu leeyahay wax walba markuu yimaado si uu faafaa ama xanuunadu waxay leeyihiin qaab ay u fidaan ama u faafaan ama bulshada u saameeyaan marka haddii la jaro silsiladda uu ku gudbayo waxa yaraanaysa
habkii ugu fidayaan bulshada dhex galay markaan sidaa leeyahay dalka muu soo gelin laakiin kahortaga ka wanaagsan daweynta markaa dalkeenna wax lagu cadeeyey ma jiro alxamdulilah laakiin haddaynaan dadaal gelin oona inta caafimaadka garanaysaa fariinta gudbinin oo naftaada laga bilaabin qoyskaaga lagu xigsiinin bulshada lagu xigsiinin wixii waxay noqon marka intii aan ammaan maqlin ama aan u daadanayn ama u dhaganuglayn dacayadaha jira dalka la geliyay oo laleeyay muslimka kuma dhaco dadka caynkaasa kuma dhaco cid walba uu ku dhici karayaa waa loo kala nugul yahay oo dadka waaweyn macaanka dadka leh dadka difaaca jidhkooda hooseeyo yacnii isagii duraygii oo kale calaamadii duraygu leeyahay wuxuu kaga baas yahay neef mareenka ama habdhiska neefshiidka ayuu markaaba collaps ku ridayaa ama shaqada u joojinayaa waa dhimashada sidaan ay u badatay markaa habkii uu ku fidayay in la jaro marka talooyinkan ay bixinayaan guddigan loo xulay qaranka ama shaqaalaha caafimaadku bixinayaan waxa weeyaan inaan aad laysugu imanin qofkii uu kusoo jiro muddu ku jiraya laba wiiga marka labada wiig qofkii calaamado badan oo qofkii looga shakiyo ma muujinayo intii qof la kulmayna waxay halis u yihiin calaamadihii dhigtoolayna ka qaadaan xanuunkii marka qofkaasi si aan u faafinin qof walbao calaamadaha duriga iskaga shakiyaana inuu iskarantiimeeyo haddii aanad kaba shakiyinna sidaad ku qaadaysa inaad xagkeeda yarayso farxalka in la joogteeyo afka iyo faraha iyo sanka iyo afka iyo indhaha laga ilaaliyo faraha farxalkaaga inaad wixii aad saabuuniya ama aad helayso sida xitaa dambaska ciddii aan heli karaynin saabuun amaan heli karaynin dareerayaashan oo kale dambas way isticmaali karayaa jeermisku gala waxa weeyaan meelaha kale goysyada ee halkaa u naqaano inta badan meelahan deedna aynu sidaa u faqno xagga sare marka aynu sheegayno xubnahana aynu sidaa gudurba gaarkeeda aynu u sameyno in aynu u maydno calaacasha markaynu soo gaarnayna waxaynu samaynaynaa in aynu calaacasha gacanteena kale qaybteeda cidiya aynu ku nadiifino iyadoo inuga faa'iidsan inay gacantan cidiyaheedna ay nadiif ama haddii uu yahay kii aad ku suxur ku xirmay inaad suxurka isaga xidho deeqada waxaad samaynaysaa in aad furaha sidii caadigay aada iskaga qaamadsato aad ka jiminsigii aad kusoo rido meesha aad ku kala gashay dhismi